السؤال الأخير قال لي أعطاك ماتريكس بكل بساطة، يبغى منك تجيب الإيجين فاليو وتجيب الإيجين فيكتورز. الإيجين فاليو، كيف نجيب الإيجين فاليو؟ بكل بساطة شوفوا معايا، أوكي، هذه المصفوفة A، فأنا كاني بجيب ديتيرمنت. لا أقول لك التالي، شوفوا لما أقول لك لمدا I 2 ناقص A، هذه عبارة عن التالي. شوفوا معايا القطر الرئيسي، وين القطر الرئيسي؟ القطر الرئيسي اللي هو الاثنين والاثنين، هذول بكل بساطة أقول لك لمدا ناقص عناصر القطر الرئيسي، يعني لمدا ناقص القطر عناصر القطر الرئيسي، أوكي؟ بس عندك لمدا ناقص اثنين، هنا أيضا لاحظوا معايا القطر، هذا القطر الرئيسي، هنا عندكم لمدا ناقص اثنين، والحدود الأخرى وعناصر أخرى أغير إشاراتهم، هذا يصير سالب واحد، هذا يصير سالب واحد، حلو؟ طيب الآن كيف أفك هذا؟ اوكي، هذه محددة، خلاص اقول لك هي محددة، اوكي، هنا سالب واحد، هنا سالب واحد. طيب الان خطوة اللي بعد تسوي، لاحظوا معايا افكها، اضرب اجيب محددة على الطرفين في وسطين، فاقول لكم لمدا ناقص 2 في لمدا ناقص 2، لاحظوا معايا بعدين عندي ناقص، اضرب هذا الحد في ذا الحد، سالب واحد في سالب يعطيك واحد، هنا في سالب يعطيك ناقص واحد، اوكي، سالب في سالب يعطيك موجب واحد، في سالب يعطيك ناقص واحد يساوي صفر. حلو، اودي الواحد سالب واحد هناك، لاحظوا معايا هذا لمدا ناقص اثنين في لمدا ناقص اثنين، لمدا ناقص اثنين تربيع يساوي واحد. الان صارت معادله تربيعيه، كيف بحلها؟ عشان اتخلص من التربيع ده اخذ هذول التربيع الطرفين، هنا طبعا في الطرف اليمين حيصير ايش؟ يساوي زائد او ناقص زر الواحد. طبعا التربيع ده هنا في ايش؟ تربيع هنا، لانه القوس ده مع القوس التربيع طلع مع الجذر، صار عندك ايش؟ لمدا ناقص اثنين يساوي زائد او ناقص زر واحد بواحد. طيب اذا لمدا ايش تساوي؟ اودي هذه هناك، اقول لك لمدا تساوي واحد زائد اثنين، اور لمدا تساوي سالب واحد زائد اثنين. يلا اذا عندي اقدر اقول لك لمدا واحد، نحط لون مثلا اصفر، لمدا واحد تساوي واحد زائد اثنين كم فيها؟ تساوي ثلاثة، ولمدا اثنين تساوي سالب واحد زائد اثنين كم فيها؟ يعطيك واحد. هذا الايجين فاليو، هذه فقرة A، حلو؟ طيب الايجين فيكتورز، اوكي؟ الايجين فيكتورز بكل بساطة لاحظوا معايا، الآن هذا ايجين فاليو صح؟ كيف اجيب الايجين فيكتور؟ الايجين فيكتور اجي في المصفوفة، المصفوفة الأساسية اللي أنا كتبتها اللي هي لمدا ناقص اثنين، هنا سالب واحد، سالب واحد، لمدا ناقص اثنين. أعوض أول، أنا آخذ اللمدا الأولى هي لمدا تساوي ثلاثة، وأعوض هنا مكان لمدا، وأعوض مكان لمدا، بعدين أحولها لمصفوفة إيش؟ هي ريدوس روشيلين فورم، ويطلع معايا الايجين فيكتورز. نفس الطريقة في اللمدا 3، أوكي؟ طيب، إذا الخطة اللي بعد لاحظوا معايا، خلاص نمسح هذا، هذه واضحة إن شاء الله، أوكي؟ أجي هنا لاحظوا معايا، شوفوا الآن يبقى فقر بإيجين فيكتور، أقول لك هات اللمدا واحد تساوي مثلا ثلاثة، أو اللمدا تساوي واحد، كله ابدأ باللي يعجبك. فأجي أقول لك هذا كلام يساوي، حط المصفوفة عندي، هي كانت شوفوا هذه أشياء اللي بنحط مكانها ثلاثة، ثلاثة ناقص اثنين يساوي واحد، بعدين هذا يكون سالب واحد، هذا سالب واحد، نعوض عن لمدة بثلاثة، ثلاثة ناقص اثنين برضو واحد، صحيح؟ الآن أحول هذه المصفوفة للريديوز رو إشيلين فور، يعني أول عنصر لا يساوي صفر الواحد، تمام؟ وأخلي تحته أصفار. كيف اخلي تحت اصفر؟ اقول لك سا، او اقول لك ار، ها ار واحد زائدا ار اثنين، والناتج اكتبه فين؟ في ار اثنين. يلا واحد ناقص، طبعا الصف الاول يبقى زي ما هو واحد سالب واحد، يلا واحد ناقص واحد يعطيني صفر، سالب واحد زائد واحد يعطيني صفر. لاحظوا معايا انه بذكركم بالمعادلة حقت الايجين فيكتورز كده، هي اللمدا في اي 2 ناقص اي
نحطها هنا بلون ثاني مثلا في اكس يساوي صفر. اوكي الان يلا اكتب السيستم والمعادلات اللي نجت من هذا. نحن خلاص هذا صار صيغه الرو ايشيلين فورم، ار ايشيلين فورم، ريديوس رو ايشيلين فورم. ليه؟ اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، ولاحظوا معي هنا خلاص هنا كله اصفار، فخلاص انتهى الحل. باقي الان اكتب المعادلات، اجيب الايجن فيكتورز كيف؟ لاحظوا معايا هذا العمود اسميه اكس واحد، اوكي هذا العمود اسميه اكس اثنين. يعني اكتب المعادله، يلا من الصف الاول ايش نكتب؟ ايش المعادله؟ ظهرت لي اكس واحد نعملها بواحد ناقص اكس اثنين يساوي صفر. العمود الثاني صفر، او معنى اخر سوري، الصف الثاني صفر يساوي صفر. ما احنا نكتب ايش؟ ما ظهر عندي اي حاجه في ايش؟ في الصف الثاني. اوكي طيب من المعادله هذه انا ممكن اقول لك الاكس واحد اودي الاكس اثنين، اكس واحد تساوي اكس اثنين. وايضا انا عندي، لاحظوا معايا عندي معادله واحده فيها مجهولين نحطها بلون احمر، صح؟ بما انه عدد المجاهيل اكثر من عدد المعادلات فهذه لها حل لا نهائي، فتحل بالبراميتر. فايش اسوي؟ اقول لك افرض انه اكس واحد تساوي تي، كيف اجيب عدد كم بارامتر، كم عدد المعادلات، كم عدد المجاهيل عندي؟ اثنين ناقص كم عدد المعادلات عندي؟ واحد. خلاص لانه هنا ما اعتبر معادله، ما ظهرت عندي معادله في الطرف الثاني، في المعادله في الصف الثاني. اذا حيكون عندي 1 متغير في 1 فاريبل هو اللي حاعتبر بارامتر. طيب بما انه اكس واحد تساوي اكس اثنين، حتى اكس اثنين تساوي تي، صحيح؟ اذا اجي اقول لك اذا هذا يؤدي الى ان اكس تساوي اكس واحد واكس اثنين، وش يساوي؟ اكس واحد بتي واكس اثنين بتي. انا ممكن اخرج التي هذا كونس عامل، بس اقول لك التي هنا عندي ايش؟ واحد وواحد. اوكي هذا هو اول، هذا هو اول، هذا ايجن فيكتورز اللي لمده تساوي ثلاث، هذا ايجن فيكتورز. طيب الان هذا اللمده كم تساوي؟ لمده تساوي ثلاثة. بنفس الطريقة اقول لك لما اللمدة تساوي واحد، يلا بنفس الطريقة يا جماعة الخير، المصفوفة عندي كانت لمدة، فهي اللمدة حط ايش؟ واحد ناقص اثنين، صح؟ هذه المصفوفة يصير عندك واحد ناقص اثنين، واحد ناقص اثنين، صح؟ يلا فجأة اقول لك هنا نروحنا واحد ناقص اثنين سالب واحد، هنا واحد ناقص اثنين سالب واحد، والحدين الاخرين زي ما هو اللي هو سالب واحد ايش؟ وسالب واحد. اوكي؟ طيب. برضو بنفس الطريقة احول للريديوس رو ايشيلين فورم. كيف احول للريديوس رو ايشيلين فورم يا جماعة الخير؟ زي ما تعلمنا. لاحظوا هنا. أول هذا عنصر لا يساوي صفر، لازم احوله ايش؟ أول عنصر لا يساوي صفر اخليه واحد. كيف اخلي سالب واحد واحد؟ اقسم على سالب واحد، فاقول لك ايش؟ سالبا ار واحد، وانا جبته في ار واحد. يلا سالب واحد، اوكي في سالب واحد يعطيني ايش؟ واحد. سالب واحد في سالب يعطيني ايش؟ واحد. هذا سالب واحد، دي سالب واحد. باقي الان هذا اصفره. كيف اصفره؟ اقول لك ار واحد زائد ار اثنين، والناتج اكتبه في ار اثنين. يلا الصف الأول زي ما هو، يلا واحد ناقص واحد يعطيني صفر، واحد ناقص واحد يعطيني صفر. حلو؟ طيب لاحظوا معايا أول عنصر لا يساوي الصفر هو إيش؟ الواحد، صح؟ صح ولا مو صح؟ هنا تحت أصفار، بعدين لاحظوا معايا هنا خلاص الصف الأخير كله أصفار، خلاص انتهى، ما يحتاج إيش؟ إنه هذا هو على صيغة ريديوس رو ايشيلين فورم. حلو؟ طيب انا اكتب المعادله، طبعا هذا اكس واحد هذا اكس اثنين. طبعا المعادله سهله، اقول لك اكس واحد زائدا اكس اثنين يساوي صفر. طيب من هذه المعادله وديت اكس اثنين، اكس واحد تساوي سالبا اكس اثنين. اوكي من عندي معادلتين او عندي مجهولين في معادله واحده، فبما انه عدد المعادلات اكبر من عدد أو عدد المجال أكثر من عدد المعادلات، فيحب البارامتر، يفرض إنه مثلا تقول let x1 تساوي t
أوكي؟ طيب إكس اثنين هتساوي سالب إن تي. منها أقول لك إذن الإكس تساوي لي إكس واحد وإكس اثنين. ها إكس واحد عندي كم؟ بتي، وإكس اثنين بسالب إن تي. ممكن أخرج التي عامل مشترك، أقول لك التي يبقى عندنا واحد وسالب واحد، هذه الإيجين فيكتورز ليه؟ للمدة تساوي واحد. واضح إن شاء الله، بالتوفيق.